الثامن والأخير The Aruf and Racing انطلق الشوط الثامن على كاز مجموعة باتيلكو لمسافة الميل وربع الميل بمشاركة 11 من الجيادة المستوردة بانطلاقة المقدم هو اللي يتصدر السباق من البداية بينما يلحق به أيضا الإرجيك رياكشن مع الفارس بريد دويل بينما برازوس يأتي في المركز الثالث وأيضا في المركز الرابع المرشح الأول فليكس ديفيغا من حل في المركز الرابع في كأس الملك وفي المركز الخامس ياتي امريكان ارتست بينما المركز ايضا السادس هنالك ايضا فورن ايت بشعار الخطير والكبير شعار ماهر لطف الله الذي ايضا الذي فاز في كاس امير دوله قطر. اذا هنا نعود الى مجريات هذا الشوط. اذا المقدم لا زال هو اللي يتصدر السباق بينما المركز الثاني هنالك الرجيك رياكشن. المركز الثالث ياتي امريكان ارتست والمركز الرابع هنالك المرشح الأول فليكس ديفيغا. برازوس في المركز الخامس ونيو كلاسيكال في المركز السادس وفورن ايت في المركز السابع فضاء في المركز الثامن ومن ثم يأتي كراون اوف أراغون وأيضا في دي جوتر وبليجر بن. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا زال المقدم هو اللي يتصدر السباق بينما المركز الثاني انطلق أيضا أمريكان أرتست بينما المركز الثالث هنالك بمحادثة السياج ياتي الارجيك رياكشن. إذن أيها السيدات والسادة هنا المقدم لا زال هو اللي يتصدر السباق بينما أمريكان أرتست هو انطلق أمريكان أرتست بينما المركز الثالث هنالك محاولات من قبل بليجر بن. إذن أيها السيدات والسادة هنا أمريكان أرتست وأيضا فليكس ديفيغا. إذن أمريكان أرتست وفليكس ديفيغا في دخول ثنائي على خط النهاية. أمريكان فعلا دخول ثنائي على خط النهاية. It's a photo finish. It's a photo finish. Felix de Vega, an American artist. دخول ثنائي على خط النهاية بين American artist وFelix de Vega. بانتظار الصورة من قبل الفوتو فينيش. بانتظار نتيجة الشوط الثامن والأخير. عماد حسن ينتظر النتيجة وأبو حمد ينتظر النتيجة. دخول ثنائي على خط النهاية. إليكم نتيجة الشوط الثامن حيث أحرز المركز الأول أمريكان أرتست والفارس أندرو إليوت. المركز الثاني جابه فليكس ديفيغا والفارس حسن الصفار. أما المركز الثالث والرابع سوف نوافيكم بالنتيجة بعد الانتهاء من الصورة. مشاهدينا الكرام مع عودة البطل الأمريكان أرتست تابع لسمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة. مبارك لك يا أبو حمد ومبروك على هذا الانتصار أمريكان أرتست وفعلا اللي صبر ينال يا أبو خليفة ولا إيش رأيك؟ صحيح صحيح ألف مبروك سمو الشيخ عيسى بن سلمان على فوز أمريكان أرتست وعودته وإحنا ذكرنا يعني أن هذا الحصان يعني بإمكانه يعود. نعم. محتاج يعني محتاج يتأقلم مع المضمار فأعتقد أن عاد دان ابن الفحل دانهل دانسر لحصان أمريكان أرتست مع أندرو يوليوت لهذا الشوط. ألف مبروك ألف مبروك سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة هذا الفوز المستحق والإطاحة بالأسماء الكبيرة اللي موجودة الصراحة قيادة ولا أفضل
يستاهل محمد يستاهل يستاهل والله. الآن تواجد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية أسبق الخيل، موجود من خلال الانتصار وانتزاع آخر اللقاءات وآخر الأمسيات لهذا اليوم على كأس مجموعة باتلكو. هو الشوط الثامن وأمريكان أرتست قيادة رائعة من أندرو يوليت، واستطاع أمريكان أن يحصل على المركز الأول بجدارة مع منافسة قوية كبيرة أيضا من فيليكس دي فياغا من اسطبلات زد ام اس سندقيت. ابو حسن ايضا هذا الانتصار وهذا الانتزاع لاخر الامسيات في السباق ال21 مبروك لابو حسن. نعم ابو ناصر، ما امتع الاثاره في هاي السباقات. نعم.